بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور أمين بوزوبيع الكاتب العام لكونفدرالية نقابة صيدلة المغرب. اليوم نحن نقف أمام مقر ديال المجلس الجهوي صيدلة الجنوب من أجل التنديد بلا شرعية هذا المجلس الذي لم ينظم انتخابات ديالو منذ سنة 2017. جميع الصيادلة جاءوا من مختلف المدن المغربية من أجل التنديد بهذا الوضع ديال الجمود الذي تعرفه هذه المجالس. هذه المجالس لم تعد لها شرعية، وعموم الصيادلة على المستوى الوطني سحبوا منها الثقة. هذه الثقة التي حجبت عنهم ليس من طرف القاعدة الصيدلانية ولكن أيضا من طرف الوزارة الوصية. وزير الصحة يقولها بالحرف الواحد أنه يريد محاورا شرعيا من أجل التحاور والاشتغال معه على أساس التعامل معه في مختلف الملفات المهنية. إذا هو هذا الوزير يرفض استقبال هذه المجالس نظرا لعدم شرعيتها، ولكننا نحن نقول له أيضا لا يمكن تغييب مثل هذا القطاع اللي هو قطاع حيوي ومهم بالنسبة للبلاد، والذي يؤدي من خلاله تؤدي هذه الصيدلية تؤدي خدمات مهمة بالنسبة للمواطنين. لا يمكن تغييب هذا القطاع في المشاورات، فلا بد من التدخل لأن القانون يسمح له بالتدخل كوزارة الصحة، وأيضا للأمانة العامة الحكومة حق التدخل من أجل وضع حد لهذا الجمود الذي تعرفه هذه المجالس وتنظيم انتخابات جديدة حتى تكون هناك واحد الشرعية تمثيلية وتقدم في مختلف الملفات المهنية. إذن كيف ما شفتوا بأنه اليوم حجوا صيادلة من مختلف مدن المملكة أمام المقر المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب قصد الاحتجاج على لا شرعية المجالس، بحيث أنه آخر تاريخ تنظيم الانتخابات داخل الميناء كان هو 31 غشت 2015، ظاهر 1976 في مادتي 7 و28 ينصان على تجديد نصف أعضاء المجالس كل سنتين مع إجراء انتخابات شاملة كل 4 سنوات، في حين أنه في 2017 لم يتم إجراء تجديد نصف أعضاء المجالس، وفي 2019 لم يتم تنظيم انتخابات شاملة، مما جعل المهنة والهيئات في وضعية لا شرعية على حد لسان وزير الصحة من داخل قبة البرلمان. منذ تولي وزير الصحة الحالي السيد خالد أي الطالب على رأس وزارة الصحة لم يستقبل أي تمثيلية من مهنة الصيدلة، وذلك بحجة عدم شرعية المجالس. اليوم نحن أمام عدة تحديات، أهمها هو تعميم الورش الملكي لتعميم التغطية الصحية. نحن كصيادلة مطالبون بإنجاحه ومجندون لإنجاحه، لكن لم تعطى لنا الفرصة قصد إنجاح هذا الورش، لم تعطى لنا الفرصة قصد إعطاء مقترحات لضمان سيرورة وديمومة هذا المشروع الملكي. لا شيء، لأن مجالسنا غير شرعية. اليوم نحن كصيادلة نطالب بعد استنفاد جميع الوسائل يعني المتاحة لنا من مراسلات للسيد وزير الصحة، للسيد وزير الداخلية، للسيد الأمين العام للحكومة، ومراسلات الهيئات كذلك، بعد استنفاد جميع هذه المحاولات التي باءت بالفشل، اليوم نحن نطالب السيد وزير الصحة باستعمال المادة 13 من دائرة 76 التي تنص على أنه لديه الصلاحية بحل المجالس مع تعيين لجنة خاصة مؤقتة يعني يعهد إليها تنظيم انتخابات في مدة لا تتجاوز 3 أشهر طبقا لظاهر 76. فاليوم وزير الصحة راسل هذه الهيئات، وزير الداخلية راسل هذه الهيئات، الأمين العام للحكومة راسل هذه الهيئات لتنظيم انتخاباتهم، لكن حب الكراسي دائما يطغى عليهم مع كامل الأسف، والمهنة تسير إلى الضياع.